بسم الله بإذن الله النهارده هنشوف مع بعض جزء جديد في مادة كنترول 1. هنشوف دلوقتي مع بعض الريسبونس بتاع الكنترول سيستم بيبقى عامل ازاي. طبعا بيبقى عندك الجراف كده بتاع الكنترول سيستم ريسبونس. فانت طبعا هتقعد تشوف الجراف كده مش هتفهم اي حاجه، فانت لازم تاخدها واحده واحده. خلينا نبدا مثلا باي حاجه. انت دلوقتي لما اي حد يقول لك بيك، ماشي، يقول لك مثلا احنا وصلنا للبيك، البيك دي اعلى حاجه انت وصلت لها. فخلينا نبدا باسهل حاجه، التي بيك. التي بيك دي اعلى نقطه بيوصل لها السيستم، بيبقى التايم عندها بيبقى اسمه تي بيك. ليه؟ لان هي اعلى نقطه وصل ليها السيستم. طيب ماشي، دلوقتي احنا خدنا اسهل حاجه في الجراف. خلينا بقى ايه، ننتقل مثلا للرايزنج تايم. ايه هو اصلا الرايزنج تايم؟ الرايزنج تايم عباره عن الوقت اللي بيستغرقه السيستم ده في ان هو يوصل من 0 ل 100. تمام كده، ده ابسط حاجه. بس ممكن يبقى عندنا شويه حالات بقى. من 0 ل 100 ده في انهي حاله؟ في حاله ان هو كان اندر دامبد. تمام، وهنفهم يعني ايه اندر دامبد، يعني اوفر دامبد، يعني كريتيكالي دامبد، وهنفهم كل الكلام ده قدام. بس خلينا ايه دلوقتي، من 0 ل 100 يبقى اندر دامبد، ده الرايزنج تايم بتاعه اهو، من 0 لحد 100، يعني من 0 لحد 1. لكن لو هو اوفر دامبد هيختلف شويه في الحسابات. لو انت عندك جراف، طبعا القوانين بتبقى حاجه مختلفه خالص، فالاوفر دامبد هيبقى من 10% لحد 90%، اللي هو من 0.1 لحد 0.9. طيب دلوقتي عايزين بقى نعرف حاجه كمان. دلوقتي احنا السيستم ده امتى بيستقر؟ يعني دلوقتي السيستم هو بص عمال يعمل ساين ويف ساين ويف، امتى بقى هيستقر؟ هيستقر الوقت اللي انت هتلاقي فيه كده بقى ايه؟ بقى خط مستقيم، معناه كده ان هو استقر. طب الوقت بقى اللي بيستقر فيه ده بيبقى اسمه ايه؟ اسمه السيتلينج تايم، اهو تي اس، الوقت اللي هو ايه؟ استقر فيه. يبقى ادينا عرفنا كده السيتلينج تايم والتي بيك والرايزنج تايم. باقي لنا بقى في الرسمه ايه؟ الاي اس اس والاوفر شوت. دلوقتي الاوفر شوت هو عباره عن من اول الواحد اللي هو من اول عند السيتلينج تايم لحد البيك بتاعك، اقصى حاجه انت وصلت لها. طيب انت هتحسبه ازاي؟ لان ده سؤال مهم جدا وبيجي بكذا طريقه، يا اما مثلا يرسم لك بلوك دايجرام وتعمل له ريدكشن ويستخدم القوانين، يا اما يجيب لك جراف وتبدا انت تطلع من العيار القيم دي عشان تستخدمها. فهتحسبه ازاي؟ فلنفرض مثلا ان انت قال لك البيك اللي وصل له كان مثلا 1.25، فانت عايز تحسب الاوفر شوت. يبقى الاوفر شوت منين؟ من اول الواحد لحد ال 1.25. يبقى ايه؟ 1.25 ناقص 1 يطلع لك 0.25، ويبقى هو ده ايه؟ الاوفر شوت بتاعك. تمام؟ يبقى احنا كده عرفنا مع بعض الاوفر شوت. الاي اس اس ده بقى هو الستيدي ستيت ايرور، وهنتعرف عليه برضو اكتر بكل الحالات بتاعته في فيديو قدام. لكن دلوقتي احنا عايزين نعرف، دلوقتي انت مثلا جه عندك في الجراف هنا قال لك ان الدي بي مثلا ب 0.9 او مثلا 0.12، يبقى انت كده خلاص عارف ان المكان ده هو بتاع الدي بي، لانه عند البيك نازل اسقاط من عند البيك، يبقى انت عرفت قيمه الدي بي. طيب دلوقتي هو جايب لك هنا مثلا شايل الدي اس دي وحاطط مثلا 5، وانت عارف ان هو الحته دي اللي استقر عندها السيستم بعد ما كان بيحصل له فاريشن، يبقى كده انت عرفت ان الدي اس بتساوي 5. تمام، ودلوقتي هو جايب لك مثلا من 0 لحد 1 وحاطط لك ان الدي تي ار، يبقى انت كده خلاص عرفت الرايزنج تايم بتاعك كام، اللي هو هيبقى 1 مثلا سكند. يبقى احنا كده قدرنا ان احنا نطلع كل القيم اللي احنا ممكن نحتاجها في المساله من على الجراف، زي التي بيك اللي هو عند اقصى قيمه او اقصى نقطه احنا وصلنا لها في الريسبونس، والتي اس اللي هو بيستقر عندها، والتي رايزنج اللي هو من 0 ل 100 او من 10 ل 90%، والاوفر شوت. وبكده نكون شفنا اغلب القوانين ازاي نطلعها من الجراف، ودلوقتي ممكن نشوف ازاي نحسبها بايدينا او القوانين اللي ممكن نستخدمها. هنشوف دلوقتي الحالات بتاعتنا وازاي نستخدم الدامج ريشيو. دلوقتي الدامج ريشيو السيمبل بتاعه هي زد ونازل منها حته، يبقى لو الزد دي الدامج ريشيو اقل من الواحد يبقى اندر دامج. طيب لو الزد دي بقى اكبر من الواحد تبقى اوفر دامج. لو الزد دي بقى بتساوي واحد يبقى ايه؟ كريتيكالي دامبد. طب لو الزد دي بقى بتساوي صفر يبقى ان دامبد. يبقى كده عرفنا الثلاث حالات بتاعت الزيتا. طيب الزيتا دي يا اما هو هيقول لك ان الدامج ريشيو بتاعك بيساوي كذا، او هتضطر انت تحسبه. طب لو اضطرينا ان احنا نحسبها هنجيب انهي قانون او هنستخدم انهي قانون؟ هنشوف دلوقتي قانون الزيتا بيساوي ايه. عندك دلوقتي قانون الزيتا اتفقنا عليه في زد بتساوي سالب لن الاوفر شوت
سواء بقى جبناه من الرسمة أو هو مديهولنا على جذر باي سكوير زائد لين سكوير للأوفر شوت. كده احنا جبنا الزيتا، يا اما هيديها لك ويقول لك الدامج ريشيو بتاع كذا، يا اما هتضطر ان انت تحسبها. طيب اتفقنا، كان عندنا مثلا ايه، خلينا مثلا نشوف التي بي. التي بي كان بيساوي التي بي، لو عايزين نحسبه بقى ايه، كماس تي بي بيساوي باي على اوميجا ان جذر واحد ناقص زيتا سكوير. كده قدرنا ان احنا نحسب التي بي. دلوقتي لو عايزين مثلا نحسب التي اس بيساوي 4 على زيتا اوميجا ان، دي لو هي 2%. يعني ايه 2%؟ 2% يعني دلوقتي احنا اتفقنا ان احنا السيستم بيبقى عندنا شويه فاريشنز وبعدين بيحصل له استقرار، تمام؟ الوقت اللي بيستغرقه عشان يستقر 2% من القيمه بتاعته. دلوقتي لو هو طيب كان 5%، يبقى التي اس بتساوي 3 على زيتا اوميجا ان، تمام؟ كده احنا عرفنا التي بي والتي اس لو هي 2% او لو هي 5%. طيب دلوقتي وعرفنا كمان الدامج ريشيو اللي هو الزيتا، دلوقتي عايزين مثلا نعرف التي ار. التي ار بتساوي ايه؟ التي ار بتساوي 2.16 زيتا زائد 0.6 على اوميجا ان، وعندنا حاجه اسمها التي دي بتساوي 1.07 زيتا على اوميجا ان. طيب دلوقتي واجي واحد يقول لي طب احنا كتبنا الاوميجا ان كتير، ايه الاوميجا ان دي؟ الاوميجا ان دي هي الناتشرال فريكونسي بتاعتك، يا اما هو بيديها لك في المساله، لان احنا دايما كل الشغل بتاعنا في المسائل دي هنحتاج ان احنا نوصل المعادله بتاعتنا لشكل معين عشان نقدر نشتغل عليه، تمام؟ يعني دلوقتي هو بيجيب لك بلوك، تمام؟ واحنا شفنا في فيديوهات قبل كده ازاي نعمل ريدكشن، هتعمل له ريدكشن هيطلع لك بسط ومقام. البسط هتقارنه بالبسط في المعادله اللي احنا لازم نحفظها، والمقام هتقارنه بالمقام. طب ايه المعادله بقى اللي احنا المفروض اساسيا نشتغل عليها؟ اوميجا ان سكوير على اس سكوير زائد 2 زيتا اوميجا ان اس زائد اوميجا ان سكوير. طيب لما نيجي نشتغل دلوقتي لازم المعامل اللي جنب الاس سكوير يبقى بواحد، ولازم لما تيجي تشوف قيمه الاوميجا ان، يعني مثلا فلنفرض لازم تبقى معادله تربيعيه، تمام، من الدرجه الثانيه، والمعامل بتاع الاس سكوير لازم يبقى واحد، ونبدا ان احنا نشوف الاوميجا ان سكوير بتساوي ايه. لازم تبقى معادله تربيعيه من الدرجه الثانيه، يعني الدرجه الثانيه زي ما احنا شايفين اهو، والمعامل بتاع الاس سكوير بواحد، ونبدا ان احنا نقارن المعادله اللي احنا جبناها اللي هي من الدرجه الثانيه بالمعادله بتاعتنا الاساسيه اللي احنا بنشتغل عليها عشان نقدر نجيب قيمه الاوميجا ان سكوير. فلنفرض ان المعادله مثلا كانت عندنا 5 على اس سكوير زائد 2 اس زائد 7. دلوقتي احنا عايزين نعرف قيمه الاوميجا ان سكوير، هناخد طبعا عندنا هنا الترم بتاع الاوميجا ان سكوير، هو الترم ده. طبعا احنا اتفقنا ان القانون ده هو اللي احنا بنعمل عليه اسقاط. اعمل اسقاط دايما من تحت، لان ممكن هو يلعب لك بقى لعبه يروح حاطط لك ايه؟ زي ما احنا حطيناها كده ان هي مختلفه، فانت تروح واخد اللي هي اللي فوق وتستغرب هي ليه مختلفه. لا، احنا دايما بنشتغل على اللي تحت، لان ممكن تستضيف في مره يبقوا هما الاثنين زي بعض عادي اهو سوا، بس انت برضه هتاخد اللي تحت. يبقى احنا دايما هنشتغل على اللي تحت. دلوقتي احنا عايزين نعرف مثلا، احنا جبنا خلاص قيمه الاوميجا، عايزين نعمل ده اسقاط هنا الاثنين اهي، والزيتا اوميجا ان، احنا جبنا الاوميجا ان والاس هتروح مع الاس تجيب قيمه الزيتا. يبقى دايما لازم نعمل اسقاط على المعادله دي، تمام؟ المعادله دي بنوصل لها امتى؟ بعد ما نعمل ريدكشن للسيستم بتاعنا بنوصل للمعادله دي، نبدا ان احنا نقارنها بالمعادله اللي احنا حافظينها اللي هي دي، تمام؟ دلوقتي اقول لك كام حاجه بسيطه كده عشان تقدر انت تربط بيهم القوانين. دايما كل اتهاد عندك هتلاقي اوميجا ان في المقام، وكل اتهاد لازم يبقى فيهم زيتا واوميجا ان. دلوقتي التي اس اتفقنا ان في واحده فوق في الباست 4 وفي واحده في الباست 3، ال 2% زوجي زوجي يبقى 4 مع ال 2%، فردي فردي 5 مع 3، تمام؟ ودلوقتي عندك التي بي باي فوق في البسط، تي بي باي بي باي بي باي بي باي باي، ماشي؟ يلا سلام عليكم.